بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الدليل الفقهي للمسافر المسلم، تأليف محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: موضوع هذا الكتاب هو بيان واجبات السفر وآدابه منذ خروج المسافر المسلم من بيته إلى المكان الذي يقصده، ثم رجوعه إلى وطنه وبيته بسلامة الله تعالى. وقد بدأته ببيان الآداب والواجبات التي يجب على المسافر المسلم أن يتحراها قبل سفره، ثم الآداب والواجبات التي عليه أن يسلك ويتصرف وفقا لها أثناء السفر، ثم آداب وواجبات الرجوع من السفر. وشفعت ذلك ببيان وتوضيح ما يلزم المسافر معرفته من أمور الطهارة والصلاة والصيام والزواج وغير ذلك أثناء السفر، حتى يكون على بصيرة من أمر دينه ودنياه. وقد أوجزت وكان لا بد لي من أن أوجز حتى يكون مثل هذا الكتاب صغير الحجم خفيف الحمل، لا يجد المسافر أي صعوبة في حمله واستصحابه معه. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عثمان الخشت، الأهرام، في 29 من شهر رمضان سنة 1400 للهجرة، الموافق 17 من شهر يونيو سنة 85 من الميلاد. آداب ما قبل السفر: صلاة الاستخارة، رد الحقوق والأمانات إلى أهلها، استصحاب 6 أشياء في السفر: استصحاب الزوجة، عدم سفر المرأة وحدها، اختيار الرفقة الصالحة، اختيار أمير أو قائم بالأعمال، توديع الأهل والأصدقاء. آداب ما قبل السفر: 1. صلاة الاستخارة. يستحب لمن يفكر في أمر السفر أن يستخير الله تعالى، ثم يفعل بعض صلاة الاستخارة ما هداه الله إليه وشرح صدره له، فيصلي ركعتين يشترط أن يكون من غير الفرائض، ويقرأ فيهما بما شاء بعد فاتحة الكتاب، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يستخير الله تعالى. وبيان ذلك يوضحه لنا حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. 2. رد الحقوق والأمانات إلى أهلها. إذا شرح الله تعالى صدرك للسفر، فأول ما عليك أن تفعله أن تقضي الديون التي عليك وترد الحقوق والأمانات إلى أهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
النساء 58. ثم عليك أن تجهز ما يلزمك من زاد أو نفقة، والأفضل أن تأخذ معك ما يزيد عن حاجتك، فقد يحتاج أحد من رفاقك إلى شيء منها. وفضلا عن ذلك، ينبغي عليك أن تترك لأهلك ولمن يلزمك نفقته كل ما يحتاجون إليه من حوائج. 3. استصحاب 6 أشياء في السفر. يستحب أن يأخذ المسافر معه 6 أشياء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرآة والمكحلة والمقراض والسواك والمشط والقارورة. ذلك أن هذه الأشياء يحتاج إليها المرء دائما في الحضر والسفر. 4. ينبغي على المسافر أن يستصحب معه زوجته إذا كان متزوجا حتى يعف نفسه في السفر ويكون بمعزل عن الفتن التي غالبا ما يتعرض لها المسافرون، فضلا عن أن وجود زوجته معه يجعلها بعيدة عن خطر الوحدة وييسر للزوج كثيرا من الأمور المعيشية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ضرب القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه، أخرجه 5 إلا أبا داود. 5. عدم سفر المرأة وحدها. يجب على المرأة ألا تسافر وحدها مطلقا، حيث إن في ذلك كثيرا من العنة والمشقة بالنسبة لها، فضلا عن الاحتمالات الكثيرة التي تجعلها عرضة للفتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها، أخرجه 6 إلا النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك، أخرجه الشيخان. 6. اختيار الرفقة الصالحة. ينبغي على من عزم على السفر أن لا يسافر وحده، بل عليه أن يسافر مع رفقة، ويراعي في اختياره هذه الرفقة أن يكون أفرادها أناسا صالحين يعينوه على الخير والمعروف ويمنعوه من الشر والأذى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده، أخرجه البخاري والترمذي. وعن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا 3 لم يهم بهم، أخرجه مالك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، أخرجه مالك وأبو داود والترمذي. 7. اختيار أمير أو قائم بالأعمال. على المجموعة التي عقدت العزم على السفر في صحبة واحدة أن تختار واحدا من بين أفرادها لكي يتولى أمرها ويقوم على مصالحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم، أخرجه أبو داود. وعلى المجموعة أو الرفقة أن تراعي في اختيار الأمير أن يكون أكثرها علما وأحسنها خلقا وأقدرها على التمييز بين الأمور وتدبير مصالح السفر. وإنما تشتد الحاجة إلى الأمير لأن الآراء كما يقول الغزالي قد تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر،
ولا نظام إلا في الوحدة، ولا فساد إلا في الكثرة، وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومهما كان المدبر واحدا انتظم أمر التدبير، وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور في الحضر والسفر، إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد، وأمير خاص كرب الدار. وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير، فلهذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراء. وينبغي على الأمير أن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصلحة الجماعة وتوفير الراحة لكل فرد حتى ولو كان على حساب نفسه. روي عن عبد الله المروزي أنه صاحبه أبو علي الرباطي فقال: على أن تكون أنت الأمير أو أنا؟ فقال: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره، فأمطرت السماء ذات ليلة، فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه وفي يده كساء منع عنه المطر، فكلما قال له لا تفعل يقول: ألم تقل إن الإمارة مسلمة لي؟ فلا تتحكم علي ولا ترجع عن قولك. 8. توديع الأهل والأصدقاء. يستحب للمسافر أن يودع أهله وأصدقائه، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن السني وأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. رواه أحمد في مسنده. ومن السنة أن يقول المودعون للمسافر ما روي في كتاب الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وفي رواية للترمذي أيضا عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدنني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف المكان المرتفع. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن أراد السفر: في حفظ الله وكنفه، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت. رواه الطبراني. آداب السفر. الخروج إلى السفر مبكرا. ما يقول المسافر عند الخروج من بيته. ما يقوله المسافر عند ركوب وسيلة الانتقال. ما يقوله المسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا. ما يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها. ما يقوله إذا نزل منزلا أو حل بمكان. ما يقوله إذا أدركه الليل. ما يقوله إذا جاء وقت السحر آخر الليل.
ما يقوله إذا خاف الوحشة في سفره، إعانة الرفيق، عدم الغياب عن الزوجة مدة طويلة. آداب السفر: 1- الخروج إلى السفر مبكرا. من الأفضل الخروج إلى السفر مبكرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن. 2- ماذا يقول المسافر عند الخروج من بيته؟ يستحب للمسافر عند الخروج من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت، وعليك توكلت، وبك اعتصمت، وإليك توجهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وللمسافر أن يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة، وعلى سبيل المثال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. هامش: أعوذ بك من الضبنة في السفر، أي الرفاق الذين لا كفاية لهم. انتهى. 3- ماذا يقول المسافر عند ركوب وسيلة الانتقال؟ يستحب للمسافر أن يقول عند ركوب وسيلة الانتقال: بسم الله وبالله، والله أكبر، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري كله إليك وتوكلت في جميع أموري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فإذا استويت على الراحلة واستوت تحتك تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمر. أما إذا ركب المسافر سفينة فيستحب له أن يقول ما رواه ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمام أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. 4- ماذا يقول المسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وروى الشيخان عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الحج أو العمرة قال الراوي ولا أعلمه إلا قال الغزو، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة، همش قفل عاد أوفى أشرف، الثنية الطريق العالي في الجبل، الفدفد الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، والمراد الطريق الوعر، انتهى الهامش. كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا اللفظ رواية البخاري، ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال الغازو، وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. خمسة، ماذا يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظلمن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. رواه ابن السني. هنش جناها ما يجتنى منها من ثمار، انتهى. ستة، ماذا يقول إذا نزل منزلا أو حل بمكان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود. همش التامات الكاملات، وكلمات الله القرآن، انتهى الهامش. سبعة، ماذا يقول إذا أدركه الليل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. رواه أحمد وأبو داود. ثمانية، ماذا يقول إذا جاء وقت السحر آخر الليل؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. رواه مسلم. تسعة، ماذا يقول إذا خاف الوحشة في سفره؟ يقول المسافر إذا خاف الوحشة في سفره سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح،
جللت السماوات بالعزة والجبروت. 10. إعانة الرفيق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصنافا من المال حتى رأينا ألا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم من ليس له مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، فضمنت إلي اثنين أو ثلاثة، وما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. أخرجه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في السير فيزج الضعيف ويردف ويدعو لهم. أخرجه أبو داود. همش يزجي يسوقه سوقا رفيقا، ويردف أي يركب خلفه من لا يقدر على المشي. انتهى الهامش. 11. عدم الغياب عن الزوجة مدة طويلة. يجب ألا يغيب المسافر عن زوجته مدة طويلة لما في ذلك من حرج شديد لها، ولعل الرواية التاريخية التالية توضح لنا ذلك. بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة مر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة وزوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله أي أرجعه، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: 5 أشهر 6 أشهر. فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون راجعين شهرا. روى هذه القصة أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم كما رواها مع اختلاف يسير في ألفاظ الشعر وأبياته الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار. آداب الرجوع من السفر. ما يقوله المسافر إذا رجع من سفره. ما يقوله المسافر إذا رأى بلدته. مراعاة المسافر عدم مفاجأة أهل بيته بقدومه. صلاة ركعتي القدوم. ما يقوله المسافر عند عودته ودخوله بيته. استقبال العائد من السفر. آداب الرجوع من السفر. 1. ما يقوله المسافر إذا رجع من سفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو حج أو اعتمر يكبر على رأس كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. همش الشرف المكان العالي الذي يشرف على غيره ويطل عليه. انتهى الهمش. 3 تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي بعض الروايات: وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. رواه المحاملي في الدعاء بإسناد جيد.
انتهى الوجه الأول. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. اثنان: ما يقوله المسافر إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه بشأن ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها، كما يقول: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثلاثة: وجوب أن يراعي المسافر عدم مفاجأة أهل بيته بقدومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو سفر فوصل عشية لم يدخل حتى يصبح، فإذا وصل قبل الصبح لم يدخل إلا وقت الغداء، يقول: أمهروا كي تمتشط التفلة وتستحد المغيبة. همش قفل أي رجع، التفلة التي لم تتطيب. الاستحداد حلق العانة، وهو استفعال من الحديد، وكأنه استعمله على طريق الكناية والتورية. المغيبة التي غاب عنها زوجها. انتهى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة وعليك بالكيس. همش الطروق المجيء ليلا، الشعفة بعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، الكيس أي الجماع، والكيس العقل، فكأنه جعل التعجيل بجماع الزوجة بعد السفر عقلا أو من العقل. انتهى. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية: كان ينهاهم أن يطرقوا النساء ليلا لئلا يتخونوهن ويطلبوا عثراتهن. همش التخون طلب الخيانة والتهمة. انتهى. وفي أخرى: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. فقلنا: ومنك؟ قال: ومني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أربعة: صلاة ركعتي القدوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. أخرجه أبو داود. خمسة: ما يقوله عند عودته ودخوله بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. رواه ابن السني عن ابن عباس. همش توبا توبا سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير تب علينا، وإما على تقدير نسألك توبا توبا. وأوبا بمعنى من آب إذا رجع، ومعنى لا يغادر حوبا أي لا يترك إثما، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان حوبا وحوبا. انتهى. رواه ابن السني عن ابن عباس. ستة: استقبال العائد من السفر. من العادات المستحبة قديما وحديثا استقبال العائد من السفر، لما في ذلك من إشاعة للود والمحبة بين أفراد المجتمع المؤمن. عن الشعبي قال: تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل بين عينيه. أخرجه أبو داود. وعن سائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. ويستحب أن يقال للعائد من السفر: الحمد لله الذي سلمك، أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك.
الطهارة: أولا المسح على الخفين. 1 تعريفه. 2 دليل مشروعيته. 3 شروطه. 4 تحديد محله. 5 كيفيته. 6 مدته. 7 مكروهاته. 8 نواقضه. 2 التيمم: 1 معناه، 2 مشروعيته، 3 لمن يجوز، 4 شروطه، 5 أركانه، 6 سننه، 7 مندوباته، 8 مكروهاته، 9 أنواعه، 10 ما يباح به، 11 نواقضه. الطهارة: يرخص الإسلام للمسافر رخصتين في الطهارة، أولاهما المسح على الخفين، ثانيتهما التيمم. وسنتناول فيما يلي موضوع المسح على الخفين على أن نتناول بعده مباشرة موضوع التيمم. أولا المسح على الخفين. 1 تعريفه: المسح على الخفين هو إمرار اليد المبللة بالماء على خف توفرت فيه الشروط الآتية بعد قليل. والخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدميه حتى الكعبين، سواء كان مصنوعا من جلد أو شعر أو كتان أو صوف، والمصنوع من غير الجلد يسمى جوربا أو شرابا. ولا يأخذ الشراب حكم الخف إلا إذا توفرت فيه 3 شروط: أولها أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته، ثانيها أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط، ثالثها أن لا يكون مصنوعا من مادة شفافة يرى ما تحتها. 2 دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة النبوية، حيث قد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. وروى البخاري أيضا عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه الشيخان وغيرهما عن همام النخعي رضي الله تعالى عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح على الخفين، بل المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف. وأما صاحب الخف ففرضه المسح على الخف، فآية المائدة عامة. ثم جاءت السنة النبوية فخصصت منها حالة واحدة هي المسح على الخفين، فيكون معنى الآية: اغسلوا أرجلكم إلا في حالة المسح على الخف. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. 3 شروط المسح على الخفين.
لجواز المسح على الخفين شروط. أولها أن يستر الخف محل غسل الفرد من الرجلين، ومحل غسل الفرد هو القدم مع الكعبين. ثانيها أن يمكن تتابع المشي فيه بقدر ما يحتاج إليه من التردد في الحوائج. ثالثها أن يكون الخف طاهرا، فلو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه. رابعها أن يكون الخف حلالا، فلا يصح المسح على المسروق أو المغصوب أو نحوهما، وفقا لما ذهبت إليه المالكية والحنابلة. أما الأحناف والشافعية فقد قالوا إن تحريم لبس الخف وملكيته لا ينافي صحة المسح عليه، ونظير ذلك الماء المغصوب أو المسروق، فإنه يصح الوضوء به متى كان طهورا مع كون فاعل ذلك آثما. خامسها أن يلبس الخف على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه الشيخان. وعن المغيرة بن شعبة أيضا قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده. سادسها أن يكون الوضوء بالماء، فلا يجوز المسح على الخف الملبوس بعد التيمم خلافا للشافعية. سابعها أن لا يوجد على الخف حائل يمنع وصول الماء إليه. ثامنها أن يكون المسح على ظاهر الخف، فلا يجزئ المسح على نعله الملاصق للأرض ولا يصح في داخله. تاسعها أن يكون المسح بثلاث أصابع من أصابع يده إذا مسح بها، ولا يشترط المسح باليد، فلو أصاب القدر المفروض مسحه من الخف بسبب مطر أو صب ماء عليه أو غير ذلك فإنه يكفي. أربعة، تحديد محل المسح. الواجب هو مسح أعلى الخف، لقول المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. رواه الترمذي وحسنه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود والدارقطني بسند صحيح أو حسن. وقالت الحنفية: يفترض أن يمسح من ظاهر الخف جزءا يساوي طول ثلاثة أصابع وعرضها من أصغر أصابع اليد، بشرط أن يكون ذلك الجزء مشغولا بالرجل. خمسة، كيفية المسح. السنة في المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى، ويفرق بين أصابع يده قليلا ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين. ستة، مدة المسح. يجب أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم، ولا على ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لما جاء عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل علي فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم وغيره. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وتبتدئ مدة المسح من أول وقت الحدث بعد لبس الخف، فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلا واستمر متوضئا إلى وقت العشاء ثم أحدث، اعتبرت المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس، أي من وقت الحدث بعد العشاء لا من وقت لبس الخف ظهرا. 7. مكروهات المسح. المسح على الخفين له مكروهات كراهة تنزيهية، نذكر منها غسل الخفين بدل مسحهما، والزيادة في المسح على المرة الواحدة. 8. نواقض المسح. ينقض هذه الطهارة أشياء 4: 1. نزع الخف من الرجل، ولا يبطل المسح إلا بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف على الصحيح، أما إذا خرج بعضه وكان قليلا فإنه لا يبطل المسح. 2. حدوث جنابة أو حيض أو نفاس. 3. انقضاء مدة المسح، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام للمسافر بطل المسح. 4. حدوث خرق في الخف يكون مقداره 1/3 القدم فأكثر. 2. التيمم. 1. معناه: التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وهو مشروع بالقرآن والسنة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. رواه مسلم. وهو من الميزات التي امتاز بها رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. 2. مشروعيته. وعلى الظروف التي شرع الله تعالى فيها التيمم، فقد روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 3. لمن يجوز التيمم؟ يجوز التيمم لكل من عجز عن استعمال الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وما يهمنا في هذا الموضع هو ما يتعلق بالمسافر، ولذا فسيقتصر كلامنا عليه فقط. هناك عدة أحوال للمسافر. الحالة الأولى: أن يكون لدى المسافر ظن في احتمال وجود الماء على مقربة منه، وفي هذه الحالة يجب عليه البحث عنه. الحالة الثانية:
أن يكون لديه يقين في عدم وجود الماء في المنطقة التي تحيط به، وفي هذه الحالة يجوز له التيمم وليس عليه أن يبحث عنه أو يطلبه. الحالة الثالثة أن يكون لديه يقين في وجود الماء على مقربة منه، لكنه يخشى أن تفوته الرفقة، أو يخشى خروج وقت الصلاة، أو كان يوجد مانع بينه وبين الحصول على الماء كوجود عدو أو سبع أو خلافه، فهنا يجوز له التيمم. الحالة الرابعة أن يكون عنده ماء ولكنه يحتاج إليه عاجلا أو آجلا، كأن يخشى عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان لا يحل قتله عطشا يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى، فله أن يتيمم ويحتفظ بما تبقى معه من الماء. وكذلك إن احتاج للماء لعجن أو طبخ أو لإزالة نجاسة غير معفو عنها، والشافعية قالوا يشترط أن تكون هذه النجاسة على بدنه، فإن كانت على ثوبه فإنه يتوضأ بالماء مع وجود النجاسة ولا يتيمم، ويصلي عريانا إن لم يجد ساترة ولا إعادة عليه. 4. شروط التيمم. شروط صحة هذه الطهارة هي: 1. دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبله على مذهب مالك والشافعي. أما الحنفية وأهل الظاهر فلم يشترطوا دخول الوقت، وقالوا يصح التيمم قبل دخول الوقت. 2. عدم وجود حائل على عضو من أعضاء التيمم. 3. طلب الماء والبحث عنه، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح لنا الله تعالى التيمم عند فقده، ولا يتبين لنا أن الماء غير موجود إلا بالبحث والطلب. 4. الخلو من الحيض والنفاس. النقطة الخامسة: أركان التيمم. أركان التيمم هي: 1. النية، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي المتيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم. 2. استعمال التراب الطهور، وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحصى والحجر، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فهو طهور. والصعيد هو وجه الأرض سواء كان ترابا أو غيره على ما أجمع عليه أهل اللغة. 3. مسح جميع الوجه واليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولحديث الرسول الذي رواه الحاكم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن المالكية والحنابلة يرون أن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين، وأما إلى المرفقين فهو سنة. وزاد بعض المذاهب على ذلك فروضا أخرى تطلب من كتب الفروع. 6. سنن التيمم. سنن التيمم هي: 1. الضرب بباطن كفيه، إقبالهما وإدبارهما ونفضهما. 2. تفريج الأصابع. 3. التسمية. 4. الترتيب. 5. الموالاة، أي تتابع المسح بعضه إثر بعض، بألا يقطع المتيمم تيممه بعمل ليس من التيمم. 6. تخليل اللحية والأصابع. 7. تحريك الخاتم. 8. التيامن، أي البدء باليمين قبل اليسار. 9. خصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع، ويكون المسح بالكيفية المخصوصة، وهي أن يضرب بيديه على الصعيد ثم ينفضهما، ثم يقبل بهما ويدبر، ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بحيث لا يبقى منه شيء، ثم يضرب يديه ثانيا على الصعيد ثم ينفضهما على الوجه السابق فيمسح بهما كفيه وذراعيه إلى المرفقين. 10. السواك. فمن السنة دلك الأسنان بالسواك أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان.
7. مندوبات التيمم. عند الأحناف يندب تأخير التيمم لمن يغلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خروج الوقت المستحب. أما إن وعده أحد بالماء فيجب عليه أن يؤخر التيمم ولو خاف خروج الوقت. 8. مكروهات التيمم. ذهبت الحنفية إلى كراهية تكرار المسح وترك سنة من السنن المتقدمة. 9. أنواع التيمم. ينقسم التيمم إلى 3 أنواع: مفروض وواجب ومندوب. فيفترض لما تفترض له الطهارة، ويجب لما يجب له الوضوء نحو الطواف، ويندب لما يندب له الوضوء وإن كان شرطا في صحة ما يندب له. 10. ما يباح بالتيمم. اتفق الجمهور على أن الأفعال التي هي الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك، واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة؟ والأرجح أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور مسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وصححه. 11. نواقض التيمم. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، إذ أن التيمم بدل الوضوء، وتزيد نواقض التيمم عن نواقض الوضوء بوجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثناءها. أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان وصححه ابن السكن. الصلاة قصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين: صلاة الجمعة، صلاة النفل، الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. الصلاة. يرخص الإسلام للمسافر 3 رخص في صلاة الفرض: أولاها قصر الصلاة الرباعية، ثانيتها الجمع بين الصلاتين، ثالثتها سقوط صلاة الجمعة. كما يرخص له في صلاة النفل 2 رخصة: أولاهما جواز أداء النفل ماشيا، ثانيتهما جواز أداء النفل على الراحلة. وسنتناول فيما يلي كل حكم من هذه الأحكام، على أن نتناول بعدها مباشرة حكم الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. أولا، قصر الصلاة الرباعية. القصر هو صلاة الرباعية 2 ركعة فقط، أما المغرب والصبح فلا يجوز فيهما القصر، لأن الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية. هذا وقد ثبتت مشروعية القصر بالقرآن والسنة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي هذه الآية دلالة على مشروعية قصر الصلاة حال الخوف، وهي إن كانت لم تدل على مشروعيته حال الأمن، إلا أن السنة النبوية قد دلت على هذا، حيث قد روى مسلم عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأخرج الشيخان عن ابن عمر قال:
صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. واحد، حكم قصر الصلاة. اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة على أربعة أقوال. فرأى أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم أن القصر فرض المسافر المتعين عليه. وقال الشافعي في أشهر الروايات عنه إنه رخصة. وقال بعض أصحاب الشافعي إن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له. وقال مالك في أشهر الروايات عنه إنه سنة. وقد استدل الأحناف على وجوب قصر الصلاة في السفر بأدلة عديدة نقتصر منها على ما يلي. واحد، قال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. اثنان، ثبت عن عائشة في الصحيح أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيلت في الحضر وأقرت في السفر. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم القصر في أسفاره كلها، فقد روي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع. قالوا فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب اتباعه، وقد قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما صلى في السفر ركعتين دل على أنه هو المفروض. أما الشافعية فقد استدلوا على عدم وجوب قصر الصلاة بأدلة عديدة نقتصر منها على ما يلي. واحد، قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا القول مشعر بعدم الوجوب، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب. ولو كان القصر واجبا لجاء اللفظ بقوله فعليكم أن تقصروا من الصلاة أو فقصور الصلاة. اثنان، ذكر الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الحادي عشر صفحة الثامنة عشرة أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال أحسنت يا عائشة ولم يعب علي. ثلاثة، أن عثمان كان يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن القصر رخصة. اثنان، السفر الذي يبيح القصر. اختلف العلماء في السفر الذي يبيح قصر الصلاة، فذهب أبو حنيفة وداود والثوري إلى أن مطلق السفر يكفي سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل. وحجتهم في ذلك أن القصر فرض معين للسفر لحديث عائشة السابق فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ولم يخصص القرآن سفرا دون سفر، فكان مطلق السفر مبيحا للقصر حتى ولو كان سفر معصية. أما جمهور الفقهاء فقد رأوا وجوب أن يكون سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم أو غير ذلك، أو أن يكون سفرا مباحا كالسياحة والتجارة وغير ذلك. والراجح هو رأي الجمهور حتى لا ميسر له المعصية، فالله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثلاثة، المسافة التي يجوز فيها القصر. المسافة التي يجوز فيها القصر ينبغي أن لا تقل عن 16 فرسخة ذهابا فقط، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، وهذه المسافة تساوي 80 كيلو ونصف كيلو و140 مترا. وهذا هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد. أما الإمام أبو حنيفة فيذهب إلى أن مقدار السفر
الذي تقصر فيه الصلاة هو 24 فرسخة. أربعة شروط القصر. للقصر 5 شروط: أولها نية السفر فلا يصح القصر إلا إذا نوى السفر، ثانيها العلم بحكم القصر أثناء السفر أما الجاهل به فلا يجوز له فعله، ثالثها أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته لقول الله تعالى ضربتم أي سافرتم ومن لم يسافر لا يقصر، رابعها ألا يقتدي المسافر بمقيم أو مسافر متم، فإن اقتدى به وجب عليه الإتمام لوجوب متابعة الإمام. فقد روى أحمد أن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. خامسها أن تكون الصلاة رباعية، فالقصر هو صلاة رباعية ركعتين فقط، أما المغرب والصبح فلا يجوز فيهما القصر لأن الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية. خمسة ابتداء القصر وانتهاؤه. لا يقصر المسافر صلاته إلا بعد أن يغادر مساكن بلده، وقد اختلف الفقهاء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فذهب أحمد إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة 4 أيام أتم وإن نوى دونها قصر، وقال أبو حنيفة والثوري إنه إذا أزمى على إقامة 15 يوما أتم وإن نوى دونها قصر. وسبب اختلافهم كما يقول ابن رشد أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولكن قد اتفق الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقال ابن المنذر في الإشراف أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رأي وجيه في هذا الصدد، يرى أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طارت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. استدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة. وقال المسور ابن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك وسجستان 2 سنين، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب. ثانيا الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فيصليهما في وقت إحداهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زارت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزير الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك،
إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قالوا: بلى. قال: كان إذا زارت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية لا تشترط في الجمع ولا في القصر. قال ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نواوا للجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فلا تشترط أيضا على الصحيح كما يقول ابن تيمية، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. ولكن يلاحظ أن الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الجمع بين صلاتين في وقت واحد، لا في السفر ولا في الحضر بأي عذر من الأعذار، إلا في حالتين: الأولى الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم بعرفة، والثانية الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير بالمزدلفة. واستدلوا على ذلك بقول ابن مسعود الذي رواه الشيخان: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين، جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة. ثالثا صلاة الجمعة. يجوز السفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وأراد الإمام الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. والمسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها فإن جمهور العلماء يرون سقوط فرض الجمعة عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعته، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. رابعا صلاة التطوع. للمسافر أن يتنفل بما شاء من النوافل بدون أدنى كراهية، فقد اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات. رواه الشيخان. وكما سبق أن أشرنا فإن الإسلام قد رخص للمسافر رخصتين في صلاة النفل، أولاهما جواز أداء صلاة النفل ماشيا، وليس على المتنفل الماشي في الركوع والسجود إلا الإيماء، ويجب أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، وليس عليه أن ينحني إلى حد يسبب له مشقة أو خطرا، ولا يقعد للتشهد، ويلزمه أن يتحرم بالصلاة مستقبلا القبلة. أما بقية الصلاة فلا يجب عليه استقبال القبلة، ولكن صوب الطريق بدلا من القبلة. ثانيتهما جواز أداء صلاة النفل راكبا. روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، ويومئ المتنفل الراكب بالركوع والسجود، ويجب أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا ينحني إلى درجة تسبب له مشقة أو خطرا. ولا يجب عليه استقبال القبلة في أول الصلاة ولا في أثنائها، ولكن يجب عليه أن يستقر على جهة واحدة في جميع صلاته.
وإن كان هاربا من عدو آدمي أو غير آدمي فيجوز له أن يؤدي صلاة الفريضة ماشيا أو راكبا على الوجه الذي أوضحناه أعلاه. خامسا، الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. يجوز للمسافر أن يصلي في السفينة أو الطائرة أو السيارة، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد بين معقوفتين الشاطئ. رواه سعيد بن منصور. وحكم الصلاة في الطائرة هو حكم الصلاة في السفينة، إذ أن الطائرة سفينة الهواء كما أن المركب سفينة الماء، ولا تصح الصلاة فيهما بالإيماء لمن يقدر على الركوع والسجود، وتصح الصلاة جالسا بركوع وسجود لمن لا يقدر على القيام بعذر كدوران الرأس ونحوه، لأن القيام ركن فلا يترك إلا لعذر محقق، ويلزم المصلي استقبال القبلة إذا قدر على استقبالها، وإلا سقط عنه فرض استقبال القبلة كما سقط عنه فرض القيام لوجود عذر. الصيام السفر المبيح للفطر. هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. الصيام رخص الإسلام للمسافر في الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطر فيها عند حضوره. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واحد، السفر المبيح للفطر. اتفق الفقهاء على أن السفر المبيح للفطر لابد أن يكون سفرا طويلا، ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا السفر، فذهب الإمام أبو حنيفة وغيره إلى أنه مسيرة 3 أيام بلياليها ويقدر 24 فرسخة. هامش، الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 3 أميال، والميل بري وبحري، فالبري يقدر الآن بما يساوي 1609 أمتار، والبحري بما يساوي 1852 مترا. انتهى. واحتج بأن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يوجب الصوم، ولكننا تركناه في 3 أيام للإجماع على الرخصة فيها، أما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطا، كما احتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها، فقد جعل الشارع علة المسح 3 أيام السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع، فوجب اعتبار 3 سفرا شرعيا. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة فوق 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري. فتبين أن 3 قد تعلق بها حكم شرعي وغيرها لم يتعلق، فوجب تقديرها في إباحة الفطر. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وغيره. أما الإمامان أحمد والشافعي فقد رأي أن السفر المبيح للفطر هو مسيرة 2 يوم وليلتين ويقدر 16 فرسخة، واستدل على ذلك بأن السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة وتعب اليوم الواحد يسهل تحمله، أما إذا تكرر التعب في اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان، وكل بريد 4 فراسخ فيكون مجموعه 16 فرسخة.
في البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان يفطران ويقصران في أربعة برد وهي 16 فرسخة. اثنان، هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الفطر في السفر رخصة، فإن شاء المسافر أفطر وإن شاء صام. استدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر. الحديث. وأخرج مالك عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقالوا إن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إضمار تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وهو نظير قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، والتقدير فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، والتقدير فحلق فعليه فدية. واحتجوا أيضا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر المستفيض أنه صام في السفر. ثلاثة، هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، فرأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. واستدلوا على الأول بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وعلى الثاني بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أحمد: الفطر أفضل، واحتج على ذلك بأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. ورأى الشوكاني أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. أربعة، صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. من المعلوم أن مدة الصيام في بلاد الشمال الأوروبي أو الأمريكي تبلغ يوميا حوالي 19 ساعة أو أكثر، ولذا يبدو بنا أن نبين حكم الصيام بالنسبة للجاليات الإسلامية المقيمة هناك. إذا كانت مدة الصيام تبتدي يوميا من طلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس، فإن هذه المدة تختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف الموقع. وأيا كانت المدة فإن مجرد طولها، كما أفتى الشيخ حسني المخلوف مفتي مصر سابقا، لا يعد عذرا شرعيا لبيح الفطر، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الإنسان بتجربة أو بإخبار طبيب أن صومه هذه المدة يفضي إلى مرضه أو إلى إعياء شديد يضره، كما صرح به أئمة الحنفية، فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى زيادة المرض أو بطء الشفاء إذا صام. فإذا أدى صيام تلك المدة إلى حصول ضعف أو إعياء أو مشقة يتعذر تحملها ففي هذه الحالة يجوز الفطر، أما إذا كان لا يؤدي إلى مثل هذا فلا يجوز وعليه الصوم حتما. الزواج بالأجنبيات. الزواج بالأجنبية المشركة أو الملحدة أو المرتدة. الزواج بالأجنبية الكتابية. خطر الزواج بالأجنبيات غير المسلمات. من هي الأجنبية في التصور الإسلامي؟ الزواج بالأجنبيات. إذا كانت الأجنبية مشركة أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز الزواج بها إطلاقا، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
والإسلام إذا كان لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة فهو كذلك لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالمشرك. أقول الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومما يؤيد هذا التحريم في السنة النبوية ما رواه الأئمة الترمذي وأبو داود والنسائي أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل أسارا من المسلمين الذين احتبسهم القرشيون في مكة وعجزوا عن الخلاص من أيدي قريش، وكان واعد رجلا من أسارى مكة بحمله. قال مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا بك وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة؟ فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت صائحة: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني، ثم رجعوا. فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر بين معقوفتين، مكانا تكثر به حشائش الإذخر، ففككت عنه حبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ أنكح عناق مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا تنكحها. وهذه الحادثة تكشف لنا عن حرمة الزواج بين المسلم والمشركة، ذلك أن الإسلام لا يقر الإعجاب المنطلق من الغريزة وحدها، بل يريد الإعجاب المستمد من الإيمان بالله تعالى أولا، ثم يأتي الإعجاب بالجمال ثانيا. أما نساء أهل الكتاب فالإسلام يجوز للمسلم أن يتزوج الحرة منهن. يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وموقف الإسلام هذا من الزواج بالكتابيات إن دل على شيء فإنما يدل على تسامحه الذي يكاد لا يوجد له مثيل في أي دين أو مذهب آخر، على أنه ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الإسلام قد اشترط في نساء أهل الكتاب الإحصان، أي العفائف التي لم يعرف عنهن تبذل أو فاحشة. أما اللواتي يتسمن بعدم العفة والطهارة فلا يجوز الزواج منهن. ومن الأمور الظاهرة للعيان في وقتنا الحاضر أن نساء الأجانب من أهل الكتاب يغلب عليهن الخلاعة والإباحية وانتشار الزنا بحدة الحرية الجنسية، فضلا عن الكثيرات منهن لا يشغل بالهن زوج ولا أولاد، بل شغلهن الشاغل هو الجري وراء نزوة طارئة أو السعي لتحقيق رغبة زائفة حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهن الزوجية والأسرية. انتهى الوجه الأول. ونسوق للقارئ الكريم مثالا حيا واقعيا على ذلك، حيث جاء في جريدة الأخبار الصادرة في 17 من شهر أغسطس سنة 85-900 ميلادية تحت عنوان: الانتربول يعيد أمريكية هاربة في دم منهور إلى زوجها. تمكن الانتربول من إعادة زوجة أمريكية إلى زوجها الأردني بعد أن هربت منه وأقامت مع شاب في دم منهور كان يعمل لدى زوجها. وكان العميد حسن جبريل مدير البحث الجنائي بالبحيرة قد تلقى خطابا من الانتربول يفيد أن مقاولا أردنيا أبلغ عن هروب زوجته الأمريكية
وأنها تقيم في دمنهور طرف شاب كان يعمل معه سائقا بالأردن. أكدت تحريات الرائد حسام الصيرفي صحة البلاغ، وباستدعاء الشاب والزوجة الأمريكية قالا إنهما ينويان الزواج بعد حصولها على الطلاق من زوجها الأردني الذي يسيء معاملتها رغم أنهما أنجبا 3 أولاد. تمكن العقيد أحمد صالح العبد من إقناع الزوجة بالعودة إلى زوجها فوافقت بعد أن وافق الشاب المصري، واستقلت أول طائرة متجهة إلى الأردن. وإذا كانت المرأة الكتابية من قوم يعادون الإسلام وأهله فالزواج منها غير جائز، لأنها بحكم انتمائها لأهل ملتها ووطنها يحتمل أن تكون عونا لهم على المسلمين، وهذا ما فطنت إليه القوانين الدبلوماسية الآن، إذ حرمت زواج الدبلوماسيين بنساء الأجانب حتى لا تتسرب أسرار الدولة بواسطتهن إلى الدول الأجنبية. ومن المعلوم أنه في حالة وجود جالية من الجاليات الإسلامية في دولة ما من الدول الأجنبية أن الرجال إذا تزوجوا بغير المسلمات فإن في هذا ما يعرض النساء المسلمات للكساد والبوار، لأنه لا يجوز لهن الزواج بغير المسلمين، وهذا لا شك ضرر بالغ لهن. وعلى هذا فالراجح هنا كراهية زواج رجال المسلمين بغير المسلمات حتى لا تتعرض بنات المسلمين للبوار والفتنة، بل يرى بعض العلماء حرمة الزواج منهم في هذه الظروف، لأن الاعتبارات العملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها أو حراما. ولا يغيب عنا هنا موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك أنه لما علم بإقبال بعض المسلمين على الزواج بالكتابيات كتب إلى حذيفة رضي الله عنه بعد أن ولاه المدائن وكثرت المسلمات يقول له: بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه حذيفة قائلا: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت بذلك. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. فأجاب حذيفة: الآن، فطلقها. وفي رواية أخرى أن حذيفة قال في رده على عمر: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فأجابه عمر: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وقد قال الإمام الطبري بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ولا يخفى ما في هذه الزيجات من ضرر عظيم على البيت المسلم، ذلك أن الزوجة غير المسلمة تروج في بيت زوجها المسلم عادات وتقاليد بعيدة عن الإسلام، فضلا عن أنها تصبغ أولادها بصبغتها، فينشأ هؤلاء الأبناء بحكم البيئة التي تربوا فيها والأم التي رضعوا لبنها، وهم لا يعرفون عن الإسلام إلا القشور. ولا أدل على ذلك من تلك الحادثة التي حدثت لأحد المهندسين المصريين، والتي يرويها الأستاذ صلاح منتصر في عموده اليومي في جريدة الأهرام، إذ يقول: عندما رجع صديقي المهندس من ألمانيا بعد حصوله على الدكتوراه جاءت معه زوجته الألمانية وطفلاهما الولد والبنت، وانشغل الأب والأم في عملهما، وما لبث أن تبين لهما صعوبة التوفيق بين عمل الزوجة والإشراف السليم على تربية الأطفال، وكان الحل الأمثل في نظرهما هو إحضار أم الزوجة من ألمانيا حيث أنها تعيش هناك وحيدة، وحضرت الجدة وأصبحت هي المسؤولة عن الأطفال، واستراح الأب والأم، وزاد التقارب والالتصاق بين الإبنة وجدتها. ومرت سنوات ودخل الأبناء مرحلة الشباب، وكبر منصب الأب وزادت مسؤولياته، وبالتالي أصبح لا يكاد يرى أولاده إلا في يوم العطلة الأسبوعي. وذات يوم اطلع صدفة على الشهادة المدرسية للإبنة وفوجئ بأنها راسبة في مادة الدين الإسلامي، وعندما نهرها وعنفها على هذا التقصير سمع منها ما لم يخطر له على بال، فقد قالت له بمنتهى الهدوء: احفظوا لي يا بابا، هو انا كنت مسلمة عشان احفظه؟ وكاد الاب ينهار من هول ما سمع، وللمرة الاولى امتدت يده على ابنته بعد ان احس انها ستضيع منه،
ولكنه في نفس الوقت أدرك أنه شريك في كل ما حدث، فقد ترك ابنته بالكامل لجدتها الألمانية، وكانت هذه هي النتيجة. ورأى أن يتصرف بحكمة وقبل فوات الأوان، فقرر سرعة الموافقة على زواج ابنته من المهندس ابن أخيه الذي كان قد سبق له أن طلبها منه، وتأجل الحديث في الموضوع لصغر سنها حينذاك. وباركت الأم هذا الزواج الذي حددوا موعده عقب انتهاء العام الدراسي مباشرة. وسافر الأب بعد ذلك بقليل في مهمة للخارج استغرقت 10 أيام، عاد بعدها فلم يجد زوجته وأولاده، وبعد بحث دقيق تبين له سفر الزوجة وأمها وولديها إلى ألمانيا بعد أن حصلت لهما على جوازي سفر من القنصلية الألمانية بالقاهرة، حيث إنهما من مواليد ألمانيا ومن أم ألمانية. وبعد وصولهما وطبقا للقانون الألماني وبناء على رغبة الأم وأولادها، تم تغيير أسمائهما إلى أسماء ألمانية، كما تم استبدال لقب العائلة المصري بلقب عائلة الأم. وحاول الأب في ألمانيا بكل الطرق القانونية أن يسترد أولاده، ولكن بدون جدوى، لأن القانون هناك في مثل هذه الحالات يكون في صف الأم الألمانية، وعلى الزوج الأجنبي أن يرحل. وعاد الأب إلى القاهرة محطما بعد أن دفع ثمنا فادحا للزواج المختلط الجنسية والتربية الأجنبية الكاملة للأبناء. حكاية زواج من الحياة يهديها اللواء طبيب متقاعد الدكتور عبد الحميد سلطان إلى من يريد. الأهرام، الصادر في 1987. ذلك فضلا عن أنه قد يكون من اليسير استخدام الزوجة غير المسلمة في بيت المسلم في مهمة التجسس وتنفيذ الدسائس والمؤامرات على الدولة الإسلامية لاستئصال شأفتها، بل أن بإمكانها إذا كانت تبلغ شأوا من المكر والخديعة أن تجعل من زوجها أداة طيعة لتحقيق تلك الأغراض. والزوج إذا كان يعيش مع زوجته الأجنبية في بلده، فإن قوانين بعض الدول الأجنبية تحمي انحرافات وشذوذ الزوجة تحت شعار الحرية الشخصية، ويدخل العشيق ويخرج ويدهس البيوت مرتديا عباءة الصداقة، ناهيك عن انحلال الأولاد وذوبانهم في مجتمع إباحي لا أخلاقي، مجتمع تحول فيه المنكر إلى معروف، والويل كل الويل للزوج إذا طلب الطلاق. فالزوجة تحجز على أمواله في البنوك وتوقف مرتبه، ثم تصادر نسبة قد تصل إلى 50% من دخله وممتلكاته. وأخيرا نود أن نؤكد على أن الأجنبية في التصور الإسلامي هي تلك المرأة غير المسلمة بغض النظر عن جنسها أو بلدها أو لونها، فالإسلام لا يعترف بالفوارق في هذه الأمور، لأن كل الناس من آدم وآدم من تراب، فأصلهم واحد لا ثاني له. وإذا اعتنقت الأوروبية أو الأمريكية أو غيرهما الإسلام والتزمت بتعاليمه، فقد أصبحت في عداد المسلمات لا فرق بينها وبين أي مسلمة أخرى إلا بالتقوى والعمل الصالح، فيجوز للمسلم أن يتزوجها دون أدنى كراهة لما في ذلك من مصلحة لها وللإسلام لا تخفى على بصير. الأطعمة، أسئلة محيرة. ذبائح أهل الكتاب، حكم الذبيحة التي لا يعلم هل ذكر عليها اسم الله أم لا، الذبائح التي يذبحونها ببتر الرأس، الذبح بالصعق الكهربائي، ذبائح البلاد الشيوعية، اللحوم التي يوجد بها بقايا دم، التسمية على الذبيحة بغير اللغة العربية. الأطعمة، كثيرا ما يقع المسافر المسلم أثناء تواجده في إحدى الدول الأجنبية في مأزق بشأن الطعام الذي يتناوله هناك، إذ يتساءل ما هو حكم ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، وما هو حكم الذبيحة التي لا يعلم هل ذكر عليها اسم الله أم لا، وما هو حكم الذبائح التي يذبحونها ببتر الرأس مرة واحدة، وما هو حكم الذبح عن طريق الصاق الكهربائي، وما هو حكم ذبائح البلاد الشيوعية، وما هو حكم اللحوم التي يوجد بها بقايا دم، وهل يشترط في حل الذبيحة
أن تكون التسمية عليها باللغة العربية؟ كل هذه الأسئلة غالبا ما يطرحها المرء على نفسه ويكون في شك منها مريب، ولذا نجد من اللازم التعرض لها تعرضا تفصيليا حتى يكون المسافر المسلم على بينة من أمره. 1- ذبائح أهل الكتاب. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المائدة 5. فالله سبحانه قد أحل طعام أهل الكتاب، والمراد بالطعام الذبائح كما ذهب إليه ابن عباس وجمهور المفسرين. وحل ذبائحهم مشروط بالإهلال عليها باسم الله وحده، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإذا أهل باسمه تعالى حلت ذبيحته كالمسلم سواء، وإذا أهل بغيره حرمت كالمسلم سواء. وإذا لم يعلم هل سمى الله وحده أو سمى الله مع غيره أو سمى غير الله فقط حلت ذبيحته. ففي روح المعاني قال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله ذلك لك. وروى البخاري في صحيحه عن الزهري قال: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي غير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. وجاء في كتاب البدائع للكاساني ما مؤداه، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد ذبائحهم، وإنما تؤكل ذبيحته إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيئا، أو سمع وشهد تسمية الله تعالى وحده، لأنه إذا لم يسمع منه شيئا يحمل على أنه سمى الله تعالى وجرد التسمية تحسينا للظن به كالمسلم. فأما إذا سمع منه أنه سمى المسيح وحده أو مع الله فإنه لا تؤكل ذبيحته، لقوله تعالى: وما أهل به لغير الله. فكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي فحلال أكله، لما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر. 2- حكم الذبائح التي يذبحونها ببتر الرأس مرة واحدة. الذبح ببتر رأس وإبانتها حلال شرعا، وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وعلي وعمران ابن الحسين وأنس وابن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس والحسن والنخعي والشعبي والزهري والضحك. وكمال الذبح كما يقول ابن حزم هو أن يقطع الودجان أرقان في جانبي ثغرة النحر والحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب من الحلق، فإن قطع البعض من هذه الأعراض فأسرع الموت كما يسرع في قطع كلها فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا، وأكله حلال سواء ذبح من الحلق أعلاه وأسفله، وسواء رميت العقدة إلى فوق أو أسفل أو قطع كل ذلك من العنق، وسواء أبين الرأس أم لم يبن، كل ذلك حلال. 3- الذبح عن طريق الصعق الكهربائي. هذه مسألة كثر فيها الخلاف بين العلماء، حيث يرى بعضهم أنها جائزة والبعض الآخر يقول بحرمتها، ومما يرى جواز الأكل من الذبائح التي ذكاها أهل الكتاب بواسطة هذه الطريقة الدكتور يوسف القرضاوي، حيث يقول في كتابه الحلال والحرام بعد أن يورد رأي جماعة من المالكية ورأي القاضي بن العربي، يقول: وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصاق الكهربائي ونحوه، فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية، كما هو رأي ابن العربي ومن وافقه من العلماء. أما من يرى حرمة الأكل من هذه الذبائح فهم عديدون،
نذكر منهم الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا، ذلك أنه يرى في فتاويه أن إزهاق روح الحيوان بغير الذبح كالوقذ وتسليط تيار كهربائي عليه حرام كله باتفاق. ويذهب نفس المذهب في التحريم فضيلة الأستاذ عبد القادر أحمد عطا، حيث أفتى في كتابه هذا حلال وهذا حرام بأن إباحة ذبائح أهل الكتاب ليس معناه أن نأكل الميتة أو النطيحة أو الموقوذة من طعامهم، فهذه لا تؤكل إذا جاء بها مسلم، فإذا جاء بها كتابي كان أولى بالتحريم. وإذا كان الصاق الكهربائي عبارة عن تسليط صدمة كهربية على الذبيحة لتقتلها فهي تلحق بالنطيحة في التحريم، كما يحرم ما صدمه الجارح المعلم فقتله دون أن يجرحه، فقد ألحقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنطيحة وألحق ما أصيب بعرض المعراض بالموقوذة. فمن صعق من الحيوانات بالكهرباء إنما صدم فمات ولم يجرح، كما أن الحرمة متوجهة أيضا إلى ما يرد من أهل الكتاب من هذا النوع من الذبائح، فليس هو من الذبائح المباحة لهم حتى تحل لنا نحن المسلمين. 4. ذبائح البلاد الشيوعية. الشيوعيون يكفرون بالله تعالى ولا يؤمنون بالأديان، ولذا فإن ذبائحهم حرام أكلها على كل مسلم باتفاق الأمة. 5. اللحوم التي يوجد بها بقايا دم. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالدم الذي حرمه الله تعالى هو الدم المسفوح أي السائل المصبوب، ولتخصيص التحريم بالمسفوح أحل الله دمين غير مسفوحين هما الكبد والطحال كما جاء في الحديث المشهور، وأحل سبحانه أكل اللحم مع بقايا أجزاء من الدم في العروق لأنه غير مسفوح. وقد سئلت السيدة عائشة عن الدم يكون في اللحم والمذبح فقالت: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة: حرم الله من الدم ما كان مسفوحا، وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس به. 6. حكم التسمية على الذبيحة بغير اللغة العربية. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ذكر اسم الله على الذبيحة يجوز بأية لغة من اللغات، سواء كانت عربية أو فرنسية أو إنجليزية أو غير ذلك، لأن الشرط في الكتاب والسنة ذكر اسم الله مطلقا عن تقييده باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرها. أحكام تتعلق بالغائب والمفقود. نفقة الزوجة، التفريق للغياب، المسافر المفقود، زوجة المفقود، ميراث المفقود. أحكام تتعلق بالغائب والمفقود. 1. النفقة. ذهب الفقهاء إلى أن الغائب كالحاضر في وجوب النفقة عليه بشرط أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها، فإذا غاب الزوج عن بلد الزوجة فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء وتظهر استعدادها لتسليمه نفسها في أي وقت يحب، وعلى القاضي أن يعلنه في البلد الذي هو بها وتنتظر مضي زمن إمكان الوصول إليه، فإن منعه عذر من الحضور أو من التوكيل انتظرت زوال العذر، فإن زال ولم يحضر فرض القاضي لها النفقة. وفي عصرنا الحالي يقوم مقام ذلك الإعلان الرسمي بأن تعلنه بأنها في طاعته ومستعدة للدخول وتسليم نفسها وتنتظر وصول الإعلان إليه، فإن لم يجبها فرض لها القاضي النفقة. فإن كان للزوج مال أخذتها من ماله، فتأخذ من ماله المودع عند أحد من الناس ومن دينه الذي له على الناس سواء كان حالا أو مؤجلا،
فإن كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسددت قرضها من ذلك الدين. وإذا أنكر المدين أن لزوجها دينا أو أنكر المودع عنده وديعة زوجها فلها أن تقيم البينة على إثباته، ولها إثباته بشاهد واحد تحلف معه على دعواها بعد أن تحلف بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة، وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا ينفق عليها. ولا يشترط أن يكون المال نقدا أو طعاما، بل يباع عليه داره وعقاره في نفقتها بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن حوزته، بيد أن الزوجة له الحق في إثبات إسقاط نفقتها بعد عودته. فإذا ثبت أنها ناشز أو لا تستحق النفقة فإنه يرجع عليها بما أخذت. وإن ادعى أنه أرسل لها النفقة أو تركها لها، فإن كانت قد رفعت أمرها إلى القضاء وأذن لها في الإنفاق على نفسها، كان القول قولها بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا من وقت سفره. هذا. وللزوجة أن تطالب زوجها بأن يدفع لها النفقة مقدما عند عزمه على السفر كل مدة سفره إلى قدومه، هذا إن ادعى أنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه يريد سفرا طويلا غير معتاد، فإن لها أن تطالبه بأن يدفع لها معجلا نفقة السفر المعتاد، ويأتيها بكفيل يكفل لها ما زاد على السفر المعتاد ليعطيها ما كان ينفقه عليها زوجها بحسب حالهما. 2. التفريق للغياب. إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده، ولو كان له ما تستطيع الإنفاق منه فإن طلبت الطلاق وكان الزوج غير معلوم الحال أو في مكان لا يمكن وصول الرسائل إليه، فإن القاضي متى ثبت لديه الغياب ومضت السنة يطلق في الحال. وإن كان الزوج معلوم المكان ويمكن وصول الرسائل إليه، يرسل إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه، ويضرب له أجل، ويبين له أنه إن لم يحضر فيه أو يضمها إليه يطلقها عليه. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. والتفريق للغياب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس، ذلك لأن ترك الزوج لزوجته وإقامته في مكان بعيد عنها يسبب مضارة لها، وقد تقع في جريمة دينية بسبب ذلك، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وقد جعل أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها 6 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه كان لا يجعل الجند يغيبون عن أزواجهم أكثر من 6 أشهر، ولأنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها. أما المذهب المالكي فقد اختلف فيه الحد الأدنى للتضرر من غياب الزوج، فقيل سنة وقيل 3 سنين، وقد أخذ القانون بأنه سنة، وجاء في المذكرة الإيضاحية أن ذلك جزء من قانون سنة 29 و900 ميلادية مأخوذ من مذهب الإمام مالك. ولاحظ أن مذهب أحمد إذا كان يشترط في الغياب المسوغ للتفريق أن يكون بغير عذر مقبول، فإن مذهب مالك لم يشترط ذلك، والسفر الذي يقبل معه العذر هو السفر لطلب العلم أو للتجارة أو للقيام بمهمة دبلوماسية وما إلى ذلك، ولكن بشرط أن يتعذر استصحاب الزوجة. والتفريق للغياب هو طلاق بائن عند الإمام مالك، وهو ما أخذ به القانون كما سبق أن أشرنا، ولكنه فسخ عند الإمام أحمد. وتظهر فائدة هذا الخلاف في كون التفريق للغياب يحسب طلقة أم لا، فمن رأى أنه فسخ لم يحتسبه طلقة، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم فرق بينهما للغياب ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره لأنه ليس له غير تطليقتين، والتفريق للغياب لغو. ومن رأى أن التفريق طلاق قال لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالتفريق كملت 3 طلقات. 3. المسافر المفقود. المسافر المفقود هو الذي انقطع خبره ولم يعلم حاله أو مكانه، ولم يدر أحي هو أم ميت، وحكم القاضي بموته. وإذا كان حكم القاضي مبنيا على دليل فإن موته يكون محققا ثابتا من الحين الذي ثبت فيه الدليل على ذلك. وإذا كان حكم القاضي مبنيا على أمارات وقرائن لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة، فإن موته يكون حكميا نظرا لأنه قد يكون على قيد الحياة.
وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي بمرورها يحكم القاضي بموت المفقود، فذهب أحمد إلى أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي 4 سنين، لأن الغالب هلاكه، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها، وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة يفوض أمره إلى القاضي فيحكم بموته بعد أي مدة يراها، وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أو ميتا. وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ومالك في القول المشهور عنه إلى عدم تقدير المدة، وأن ذلك مردود إلى اجتهاد القاضي، لأن الأصل حياته، والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا فوجب التوقف. هذا وقد أخذ قانون سنة 29 و900 ميلادية بأنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنين من تاريخ فقده، وأما في جميع الحالات الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا. 4. زوجة المفقود. عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، خرجه مالك والشافعي. وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود تبين من زوجها بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم، وإن كانت هناك رواية لابن أبي شيبة تدل على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر. وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد من تيقن ذلك لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفة: امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. قال البيهقي: هو عن علي مطولا مشهورا، ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق. هذا وقد جاء في قانون سنة 29 و900 بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم. وجاء في قانون سنة 29 و900 ميلادية في المادة السابعة من القانون رقم 25: إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عال بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عال بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول. 5. ميراث المفقود. إذا تحقق موت المسافر المفقود أو حكم القاضي بموته، فإن كان وارثا لغيره رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة، أما إذا كان مورثا فيرثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم به. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كتاب الدليل الفقهي للمسافر المسلم، تأليف محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وبانتهاء هذا الكتاب ينتهي التسجيل على هذا الشريط. انتهى الشريط الثاني والأخير من الكتاب.